مساء سعيدا لكل احبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، احييكم احلى تحيه. موعدنا يتجدد دائما عبر الشرقيه والشرقيه نيوز لناخذكم في جوله رياضيه نجوب بها في عالم ملاعبنا واتحاداتنا الرياضيه لنتعرف فيها على اخر التقارير والمتابعات. سادتي الاحبه، بامكان من يرغب مشاهده هذه الحلقه على الهواء مباشره الدخول الى صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحه الخاصه بتلفزيون الشرقيه. نبدا جوله الشوط الثالث هذا اليوم من التغييرات الإدارية التي أحدثها السيد وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، إذ أجرى وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال يوم أمس العديد من التغييرات الإدارية شملت عددا من موظفي الوزارة. وأجرى عدنان درجال تغييرات مهمة في عدد من دوائر الوزارة، في جملة تغييرات أقدم عليها درجال لتصحيح بعض المسارات الخاصة بعمل وزارة الشباب والرياضة والتي شهدت اعوجاجا واضحا خلال الفترة الماضية. وشملت التغييرات عدد من المناصب في دوائر الإدارية والقانونية والاستثمارية والمالية لمناصب معاوني المدراء العاملين، ومنهم أمجد خضير وأحمد سعدون ومدراء الأقسام، فيما ستشهد الفترة القادمة تغييرات مهمة حتى في الدرجات الخاصة. خطوات موفقة يخطوها الكابتن عدنان درجال بصدد تصحيح المسار وعودة الرياضة إلى سكتها الصحيحة، وبالتالي هذه التغييرات اللي احنا نبارك بها طبعا جاءت نتيجة تراكمات ومشاكل وأمور كثيرة حدثت خلال الفترة الماضية، وبالتالي هناك خطوات تصحيحية كثيرة سنراها بإذن الله تعالى قريبا. أيضا سادتي الأحبة، بعد تعرض السيد اياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي لإصابته بفيروس كورونا، تلقى العديد من الاتصالات الخاصة بالاستفسار عن هذه الحالة التي مر بها. تلقى السيد اياد بنيان يوم أمس اتصالين مهمين، الأول من رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، والثاني من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم. إذ هاتف رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم اياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وأطمأن رئيس الاتحاد الآسيوي على صحة بنيان معبرا عن أسفه الشديد لهذا الخبر ومقدما دعمه الكامل من أجل عبور هذه الأزمة والعودة السريعة إلى مزاولة أعماله وسط أهله ومحبيه. كذلك تلقى اياد بنيان اتصالا آخر من رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، تفقد فيه أوضاعه الصحية إثر إصابته بالفيروس، وعبر الحلبوسي عن أمله وخالص دعائه وأصدق تمنياته بالشفاء العاجل لأياد بنيان والعودة بالسلامة لاستكمال مسيرة العمل والعطاء. الصحة والسلامة للسيد اياد بنيان والعودة السريعة بإذن الله تعالى إلى عمله الإداري، وبالتالي هناك الكثير ينتظر الكرة العراقية، دعائنا له بالصحة والسلامة. أيضا تلقينا أخبار سارة ولله الحمد بشفاء زملائنا الأعزاء الأحبة السيد الزميل العزيز يوسف فعل وزميلنا العزيز لؤي عمران، وأيضا الكابتن عامر زايد نجم الحراسة السابق والمدرب الحالي اللي يتماثل إلى الشفاء. أخبار كثيرة نتمنى أيضا فيها الصحة للبقية، الأخ العزيز حازم جابر والفنان القدير إحسان دعدوش وإلى كل من تعرض لهذا الفيروس. مع أمنياتنا القلبية أن نحاول أن نطبق المعايير الصحية اللي يسعى إليها وتسعى إليها خلية الأزمة إثر التباعد الاجتماعي، وأيضا لبس الكفوف والكمامات، الامتثال لهذه التوجيهات الصحية، لأنه الأعداد تزيد
بكل أسف وحسرة مع أمنياتنا القلبية أن تمر هذه الجائحة على خير وعلى عراقنا طبعا وعلى أهلنا وناسنا. سادتي الأكارم، قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي إعادة المنتسب بطل المصارعة الدولي السابق رسول عظيم عبد إلى وظيفته إثر مناشدته عبر برنامج الشوط الثالث من الشرقية في حلقة الأمس، إذ قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي عودة بطل المصارعة الدولي السابق رسول عظيم إلى دائرته في وزارة الداخلية استجابة لمطالبه عبر برنامج الشوط الثالث، والذي عرض فيه مناشدات المصارع الذي طالب بإعادته إلى الخدمة من جديد بعد انقطاعه عن الدوام الرسمي بسبب مشاكل عشائرية. وقدم الدكتور وهاب الطائي مستشار وزير الداخلية شؤون الإعلام في اتصال للشوط الثالث شكره لكادر البرنامج على متابعته المستمرة لشؤون الرياضيين لا سيما رياضيي وزارة الداخلية وأبطالها، مؤكدا أن وزير الداخلية قد وجه بإصدار أمر هذا اليوم بعودة المنتسب رسول عظيم عبد إلى الخدمة مجددا وبانتظار بعض الإجراءات البسيطة المتعلقة بتخصيصاته المالية. نتقدم بشكر جزيل إلى معالي وزير الداخلية الأستاذ عثمان الغانمي، وأيضا نشكر الدكتور وهاب الطائي على الاستجابة السريعة، وبالتالي هذا شيء رائع ويحفزنا إلى أنه دائما إحنا نكون الأداة الداعمة لخدمة الرياضيين وحل المشاكل اللي يتعرض لها النجوم الرياضيين والرياضيين الرواد، وهذا هو ديدن البرنامج مع أمنياتنا القلبية لبطلنا المصارع السابق رسول عظيم بالموفقية والنجاح وفتح صفحة جديدة من خلال عودته إن شاء الله إلى وزارة الداخلية. سادتي الأحبة، إدارة الزوراء التي قررت في وقت سابق إطلاق اسم ملعبها الجديد ملعب نادي الزوراء باسم الراحل الأسطورة أحمد راضي، تيمنا بتاريخه الثري وأيضا بما قدمه للكرة العراقية عموما وإلى نادي الزوراء. السيد شاكر الجبوري اللي أدلى بهذا التصريح للزميل زيد السراج واللي تحدث فيه عن عزم إدارة الزوراء متمثلة بالكابتن فلاح حسن رئيس الهيئة الإدارية اللي قررت أيضا حجب الفانيلة رقم 8 وعدم إعطائها لأي لاعب مستقبلا ترحما واستذكارا وتخليدا لمسيرة الأسطورة الراحل الكابتن أحمد راضي. نتابع ما تحدث به شاكر الجبوري لزميلنا زيد السراج. شاكر، كونك في وزارة الشباب وأيضا في نادي الزوراء، قضية تسمية الملعب الجديد للزوراء باسم الراحل الكبير أحمد راضي، يعني هل قدمت طلب كإدارة للوزارة؟ شنو الإجراءات؟ طبعا أنا ما أقول صارت مزايدة كثيرة في هذا الموضوع. أحمد راضي الله يرحمه قدم كثير للزوراء، فمن يصير تسمية اسمه سواء كان ملعب أو قاعة رياضية أو غير، يعني ما أعتقدها فشي كبير على أحمد راضي. أحمد راضي اسم في سماء الكرة، قدم الكثير إلى المنتخبات، قدم الكثير إلى بلده. هسه احنا قمنا نتذكر المشكلة مالتنا احنا العراقيين، أنه الإنسان ما نتذكره من هو عدل أو من هو حي، بس من يموت كل يصير عندنا عزيز ويصير عندنا. أحمد راضي يستحق أكثر من هذا الشيء، وإحنا عامدين وجادين في هذا الموضوع إن شاء الله بتسمية الملعب، بتسمية القاعة الرياضية، بتسمية ثانية. بس يقول لي هل هذا يعني هو هذا جزء الوفاء؟ أنا أعتقد هذا جزء بسيط من الوفاء اللي ممكن أن يقدم لأي لاعب قدم لبلده وقدم خدمة كبيرة. شكر موصول للسيد شاكر الجبوري أمين سر إدارة نادي الزوراء، وإلى إدارة نادي الزوراء متمثلة بالكابتن القدير فلاح حسن نجم الكرة العراقية السابق. أكيد الراحل يستاهل مي العين ويستاهل الكثير الكثير، وننتظر أيضا الكثير من المبادرات اللي تتحدث عن تاريخه وعن مسيرته الذهبية، وبالتالي اسم أحمد راضي باقي في ذاكرة الرياضيين العراقيين، في ذاكرة الشارع العراقي، وحتى في ذاكرة الجمهور العربي اللي كانت له ردة فعل واسعة بعد رحيله.
سادتي الأحبة، أيضا نبقى في الحادث الجلل الذي أصاب العراق والعراقيين برحيل الأسطورة أحمد راضي، الفنان الرسام بلال الدوري اللي كانت تربط علاقة وطيدة بالراحل أحمد راضي خلال زيارة الكابتن أحمد إلى بطولة الخليج العربي الأخيرة. التقى بالرسام بلال وطلب منه أن يرسم له لوحة خاصة. الفنان بلال لم يكن يعلم أن اللوحة التي رسمها بأنامله ستكون وهو منتقل إلى رحمة الله. وبالتالي الفنان بلال الدوري قدم هذه اللوحة لبرنامج الشوط الثالث استجابة لرغبة الراحل الأسطورة اللي طلب رسم صورته. واليوم أوفى الدوري بوعده ليقدم هذه اللوحة كهدية لعائلة الراحل الكريمة. الدوري أيضا في اتصال لبرنامج الشوط الثالث قدم تعازيه القلبية لأسرة الراحل وإلى محبيه ومحبي فنونه في العراق والخليج والعالم. شكر موصول لزميلنا العزيز الأخ الفنان بلال الدوري على هذه اللوحة الرائعة الجميلة، واللي الحقيقة الآن عائلته حملتنا أمانة أن تصل هذه اللوحة بناء على رغبة الراحل. وبالتأكيد سنتواصل مع الأخ العزيز بلال لغرض إيصال هذه اللوحة بسلام لعائلته، وإن شاء الله نحصل عليها ونعرضها إن شاء الله هنا بالاستوديو. مباشرة نأخذكم إلى الموصل العزيزة إلى محافظة نينوى اللي شهدت قاعة الحدباء يوم أمس اجتماعا للاتحادات الرياضية المنضوية لممثلية اللجنة الأولمبية في المحافظة، إذ ناقشت الاتحادات الرياضية المعتمدة رسميا لدى ممثلية أولمبية نينوى منهاج العمل المقترحة للفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات في مديرية شباب ورياضة نينوى. الاجتماع اللي حضر عدد من الشخصيات الرياضية في المحافظة بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات الرياضية الفرعية اللي تعمل تحت مظلة الممثلية في المحافظة والبالغ عددها 33 اتحاد، إضافة إلى ممثلية اللجنة البارالمبية في نينوى. وتم الاتفاق على توحيد المطالب للاتحادات الرياضية اللي راح ترسل إلى وزارة الشباب والرياضة كتب بحسب التعليمات وزير الشباب الكابتن عدنان درجال أثناء زيارته الأخيرة إلى محافظة نينوى. هذه اللقطات هي للاجتماع واللي صورها فريق عمل الشوط الثالث متمثلة بزميلنا محمود الاستيفاني. ان شاء الله القريب العاجل خلينا نقول ينتهي. أيضا نتمنى الموفقية والنجاح للاتحادات الرياضية في ممثلية نينوى وعودتها الميمونة لحضن الوطن ولممارسة الرياضة من جديد. أكيد الاتحادات الرياضية الفرعية في كل المحافظات هي الداعم الحقيقي لمنتخباتنا الوطنية وإلى رياضتنا عموما. زميلنا محمود الاستيفاني أجرى هذه اللقاءات فور انتهاء الاجتماع مع ممثليات الأولمبية في نينوى. نتابع. عقدت مدير شباب الرياضة في محافظة نينوى اجتماع الهيئة العامة للجنة الأولمبية في محافظة نينوى حسب توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان الدرجال لتقديم ورقة عمل الاتحادات الفرعية والممثلية للجنة الأولمبية في محافظة نينوى لجنابي الكريم. وتم اللقاء مع الهيئة العامة من الاتحادات الفرعية والبارالمبية لتقديم مسودة عمل
للنشاطات الرياضيه والتجهيزات الرياضيه لجميع الاتحادات الفرعيه والبارالاولمبيه. كان اليوم الاجتماع هذا في مقر مدير شباب رياضه نينوى على قاعه منتدى الحدباء للاستماع الى مطالب الاتحادات واللجنه الاولمبيه والبارالاولمبيه والاستماع الى مشاكلهم الموجوده في عمل كل اتحاد. توصلنا الى عده حلول من شانها رفع مستوى الرياضه في محافظه نينوى وعوده محافظه نينوى الى منصات التتويج في كل الفعاليات والمحافل الرياضيه والانشطه الرياضيه. الاجتماع كان الاول خلال فتره ما بعد خلال فترة كورونا، نتمنى انه الاجتماع يكون هادف، نتمنى انه الاجتماع يعيد لمحافظة نينوى هيبتها رياضيا، يعيد الرياضيين نينوى حقوقهم المسلوبة من أكثر من 7-8 سنين، نتمنى من الأخوة الحضور انه يبتعدون عن سياسة التسقيط، سياسة انه هذا الشخص سيء أو هذا الشخص جيد، لا، احنا هدفنا الأول والأسمى لازم يكون محافظة نينوى، يجب أن ننهض بواقع الرياضة بمحافظة نينوى وندعم الأخوة المسؤولين اللي هم يعني متنصبين على المواقع المسؤولية. بداية أشكر الأستاذ محمد الناصر وأشكر قناة الشرقية السباقة في كل الأحداث الرياضية. طبعا نحن اللجنة البارالمبية في محافظة نينوى نعاني من قلة الملاعب وطالبنا مديرية شباب رياضة نينوى وجميع الأندية بالوقوف معنا، وطبعا نحن صاحبين انجاز عالي، ترشحنا الى دوري ممتاز بكره القدم للصم واحرزنا المركز الثاني في بطوله دوري العراق الممتاز بكره القدم للصم. والنادي اشكر النادي الوحيد الذي وقف معنا هو نادي المستقبل المشرق الرياضي. شكرا لزميلنا العزيز محمود الاستيفاني وأمنياتنا القلبية لرياضيي نينوى وأيضا البارالمبية في نينوى لمزيد من الإبداع والتألق. أحبتي المشاهدين، وصلتنا شكاوى من عدد كبير من رواد الرياضة العراقية الأبطال اللي احنا دائما حريصين كل الحرص على دعمهم وعلى الوقوف معهم والمطالبة بأبسط حقوقهم. هذه الشريحة المظلومة، شريحة الرواد الرياضيين. العدد الكثير من الرواد شكوا سوء تعامل مدير عام الدائرة البدنية في وزارة الشباب أحمد زامل الموسوي. الرواد اللي أوضحوا عبر اتصالاتهم للبرنامج أن التعامل الجاف والمحسوبية والمزاجية هي السائدة في عمل هذه المديرية ومديرها العام، إضافة إلى التأخير الواضح في إنجاز معاملاتهم رغم الفترة الزمنية اللي راجعون فيها الدائرة. وناشد الرواد الأبطال السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الإسراع بصرف المنح المالية المخصصة لهم اللي تأخرت كثيرا، سيما أنهم أصحاب عوائل وعدم استطاعتهم المجيء يوميا لمقر الوزارة بسبب جائحة كورونا، مطالبين أصحاب القرار استذكار تاريخهم الرياضي الثري ومسيرتهم الوضاءة. طبعا احنا نشعر بأسف شديد إذا كل الوزارات تتعامل بطريقة بعيدة كل البعد. المفروض وزارة الشباب هي الوزارة الوحيدة اللي تشيل الرياضيين الرواد على كفوف الراحة، فإحنا نأسف تصرف الأخ أحمد زامل الموسوي. طبعا الرجل يعني أنا أشكره لأنه بعث لي بتحية عندما تعرضت إلى وعكة صحية وأنا أشكره لمتابعته، لكن ننتقده على الأداء العام مع اعتزازنا بشخص الكريم. الشكاوي كثرت بسبب المزاجية والمحسوبية، وهذا الكلام هو كلام الرواد. يعني أرجو من عندك أن تستذكر تاريخ وإنجازات هؤلاء العمالقة اللي انطوا عصارة جهدهم وشبابهم إلى العراق. أنت ما مخلوق وذولا يعزف لهم النشيد الوطني، فبالتالي الزمن من يندار ويخليك مدير عام وتقعد على كرسي، رغم أني عندي ملاحظات كثيرة على مجيئك لهذا الكرسي وطرحناها وقلت لك أني ما عندي شيء شخصي وياك، لكن احنا علينا الآن أن نعمل ونحقق شيء
يخدم الرياضيين، احنا ما نجامل على حساب الحق ولا نجامل على حساب العراق ورياضة العراق. يعني انت صرت مدير عام واكو يعني لغط كثير على وصولك لهذا المنصب، لكن ايضا يعني كنا نتمنى ان تتعامل بأريحية اكثر وان تقدم خدمتك الجليلة، لان انت موظف، انت موظف في الوزارة حتى تقدم خدمات لهذه الشريحة، وانت مدير عام ما اعرف هي الدائرة البدنية والرياضة خلف علاء عبد القادر الرجل الحكم الدولي اللي ما سمعنا اليوم اكو فد مشكلة، حتى وان طلع تقاعد بسبب السن القانونية ما سمعنا اكو فد مشكلة. ف حقيقة متألمين جدا، متألمين لهذا الموضوع، ونوجه التحية والاعتزاز إلى شريحة الرواد اللي الآن انتقل إلى الجزء الآخر من حلقة هذا اليوم، واللي احنا قررنا أن نتحدث فيها عن معاناتهم، معاناة الرياضيين الرواد الأبطال، معاناة نجوم المنتخبات الوطنية اللي اعتزلوا وما لقوا لهم مكان لا بالجانب الإداري ولا بالجانب الفني. وين دور الحكومة في الوقوف مع هذه الشريحة الطيبة؟ نجوم المنتخبات الوطنية مو بس بكرة القدم، بكل الألعاب كثيرين انزووا بعيدا، لا راتب لا مخصصات، عايشين على الله وعلى منحة الرياضيين الرواد اللي للأسف الشديد شهر أكو شهر ماكو، وكل أزمة تمر بالبلاد أول ما نضرب المنح الرياضية. وبالتالي اليوم راح نناقش واحد من نجوم الكرة العراقية، اللاعب الدولي السابق اللي الحقيقة أيضا يشعر بأسى داخل نفسه عندما عين موظفا في وزارة الشباب إكراما لتاريخه، وبالتالي عندما سألنا على راتبه مع الزوجية مع الخطورة يطلع 220 ألف دينار، يعني ما أدري 170 دولار 160 دولار في ظل هذا الظرف اللي يعيشه العراق. أرحب أجمل ترحيب بضيفي الكريم اللاعب الدولي السابق الكابتن مظهر خلف والمتواجد معنا من استوديوهاتنا في بغداد وعلى الهواء مباشرة. كابتن أرحب بك أجمل ترحيب ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية. السلام عليكم كابتن محمد. عليكم السلام. الحمد لله السلامة، إن شاء الله صحة وعافية ومشافي ومعافي. الله يحفظك كابتن، لانه انت اجريت عمليه في هذه الفتره، نتمنى لك ان شاء الله الشفاء العاجل. الله يحفظك، الله يحفظك. ايضا نعزي الوسط الرياضي جميعا، ونعزي عائله الكابتن علي هادي والكابتن احمد راضي بهذه الفاجعه الاليمه الذي اثرت على المجتمع الرياضي جميعا. الحقيقه هذا الوباء الذي خطف من عندنا نجوم وخطف ناس من عندنا، الحقيقة هم شموع، اعتبرهم شموع الرياضة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله والشكر أنه أحمد راضي أثبت وعلي هادي أثبتوا للمجتمع الرياضي والعالمي والعربي أنه ناس محبوبين لكل الجماهير. الحمد لله. وأعزي أيضا الدكتور صالح راضي بهذا المصاب الجلل الحقيقة، وأعزي أصحاب الكابتن أحمد راضي اللي هم الأخ العزيز الإعلامي كابتن علي كاظم أبو عبد الله والأخ العزيز غسان مهدي، الحقيقة دول أقرب الأصدقاء الذي أنا شفتهم أكثر الناس متألمين. نعم. وأيضا نعزي الكابتن يعني كل المجتمع الرياضي بهذا المصاب الحقيقة، لأنه العالم هي فاجعة والعالم كلها ما مصدق بهذا الوضع. نعم. أنه الكابتن أحمد راضي وعلي هادي يرحون من عندنا بهذه السهولة. إلى رحمة الله تعالى. إلى رحمة الله تعالى والبقاء برأسكم والله يحفظكم إن شاء الله. تعرفتم على ضيف الكريم. إنا إليه راجعون. آمين. تعرفتم على ضيف الكريم وعلى المحور اللي راح نناقشه في هذه الحلقة. نذهب بكم إلى هذا التقرير اللي أعد الشوط الثالث ليتحدث عن هذا الموضوع، نتابع. لا زال رواد الرياضة العراقية يعيشون حالا عصيبا مع تقطع المنح المالية وعدم استلامها بشكل يسير، ويستبشر أهل الرياضة كل الخير بقدوم الكابتن عدنان درجال كوزير الرياضي ونجم لامع يعد قريبا منهم وليس ببعيد،
ويشعر بمعاناتهم كونه مثل المنتخبات الوطنية، معاناة ربما كانت وزارة الشباب أفضل حالة من بقية الوزارات المعنية والتي لم تقدم أي شيء للرواد. فالقانون لم يحكي فقط عن المنح المالية، بل رافقه تأمين صحي وأراض يتم توزيعها عليهم. وحتى الآن لم تطبق سوى وزارة الشباب الجزء المتعلق بها، أما بقية الوزارات المعنية فلم تقدم أي شيء للرواد. والجميع يعلم أن المنح المالية ليست كافية للعيش، خصوصا للذي يستأجر منزلا ويدفع الإيجار شهريا، أو للمريض الذي يحتاج إلى الدواء ويدفع أحيانا أضعاف المنح المالية من أجل شرائه. وما بين الفعل والوعود ينتظر الرواد بفارغ الصبر تحركات الكابتن عدنان درجال مع بقية الوزارات والجهات لكي يحصلوا على حقوقهم وفقا لما قدموه للعراق من جهد وعطاء. من بغداد للشوط الثالث زيد السراج. شكرا زيد على هذا التقرير. أعود لأحاور ضيفي الكريم الكابتن مظهر خلف. كابتن، كيف تنظر لواقع الرواد الرياضيين لا سيما الأبطال بعد اعتزالهم الرياضة والانزواء بعيدا عن عالم الرياضة؟ هل أخذتم حقوقكم؟ هل أنتم الآن بحال أفضل مما كنتم تمارسون الرياضة؟ يا ريت نتحدث في هذا الجانب كابتن. استاذ محمد، الحقيقه هو هذا القانون بحد ذاته هو يعني ترتيبه وصياغته كلها غلط في غلط. الحقيقه احنا نتامل انه الكابتن عدنان درجال بمعالي الوزير بوجوده بالوزاره وبالوضع الان الحالي نقول انه يعني الرجل راح يعدل القانون وراح يكون القانون افضل لانه راح يسعى لكل الرواد. لكن احنا شو نقول؟ نقول انه مثلا كابتن عدنان اجى هي وزاره يعني خاويه لا بها فلس ولا عانه، وبغض النظر الامور البلد اللي تمر عليها الحاله الاقتصاديه الان اللي ماساه اللي صارت بالبلد، احنا بس مو فقط نقول وزاره الشباب، هي هسه كل الوزارات ما عندها لا رواتب ولا هذا اللي لا منطيه ولا راح تنطي، لان الوضع الاقتصادي ما اعرف بالبلد وين رايح. الحقيقة كابتن عدنان الرجل راح يسعى أولا لتعديل القانون وتنظيمه. كابتن محمد، أول شغلة أسألك سؤال بالله عليك، هسه أي شخص من عندنا إحنا الرواد وبما فيهم أنت، يعني واحد صار عمره 50 سنة واستلم له شهر أو شهرين ومات، تعرف وعندك علم بهذا الموضوع أنه تنقطع المنحة؟ يعني طالما هو عدل المنحة تمشي، موت تنقطع. زين طيب أنا ما أريدها، شو أسوي بها أنا موجود عدل؟ خليها زين لما واحد الإنسان الراد مني يموت تصير هي معيل لعائلته، يعتبر راتب تقاعد وهي بسيطة، شنو هي 400 وهي لا. توصلك إلى 300 ويمكن ويعني تنقص منها 30 إلى 25 إلى 40، ما لها قيمة أصلا. يعني هذا اللاعب اللي قدم وضحى من أجل بلده ومن أجل الرياضة يقدر بهذا المقدار؟ لو تجي على بعض الناس يعني هم ما قدموا ربع اللي أنت قدمته الآن يستلمون ملايين من الدنانير وملايين من الرواتب ورواتب 5 إلى 6 رواتب، ولكن هذا الرائد اللي قدم وضحى بنفسه يجي يذل نفسه بأشياء يعني حتى ما لها قيمة. شنو أستاذ محمد؟ شنو الأربعمية؟ شو تريد تسوي لك الأربعمية؟ ولكن نقول توسمنا خير أنه الكابتن عدنان درجال سعى الآن الحقيقة هو وذاب كل جهده يعني لدعم الرواد وتقديم وتغيير نظام هذا اللي صار، اللي الحقيقة هو أنا أعتبره يعني نظام إهانة للرواد وللرياضيين. هذا أولا كم يعني قيمة المبلغ لا شيء، هاي واحدة. اثنين، القانون انه لما يموت الرائد ينقطع، يعني فد اخطاء استاذ محمد يعني معيبه. المفروض هسه الان يعني والكابتن عدنان توسمنا انه معالي الوزير راح يقوم بهذا الواجب لتعديل هذا القانون، اضافه الى تعديل القانون هذا انه القطع الاراضي راح تصير بها شقين استاذ محمد، انه القطع الاراضي اذا تحولت يعني تصير للراد يستلم قطع ارض اذا ما كانت ببغداد وما لها قيمه، كابتن عدنان طاهم شق ثاني انه تكون شقق في بسمايه.
لأنه هذا فشيء بسيط للرائد وللاعب اللي قدم للعراق وفي نفسه من أجل سمعة وتاريخ العراق. أقلها خلت كلها فتقيمة بلده. يعني لو ننظر إلى البلدان القريبة إليك تشوفها يعني شون مهتمة باللاعب اللي يعتزي للرائد اللي يعني أستاذ محمد غصة في صدر كل الرياضيين. نعم بالمناسبة بس كابتن مظهر حتى أخليك بالصورة. طبعا أنا أتألم عندما أسمع أنه القرار اللي أقر من قبل مجلس النواب يقطع المنحة عن المتوفي، وأنا أعتقد وأنت تعتقد أنه المتوفي هو عائلته بأمس الحاجة إلى هذه المنحة اللي المفروض تنطي وتستمر حتى بعد وفاته. لكن أضع أمامك أيضا كابتن عدنان درجال ما يقدر يعدل القانون إلا بموافقة مجلس النواب، ويصير تعديل لبنود قانون ويصير عليه إجماع وتصويت حتى يتعدل أو تتعدل هذه الفقرة. يعني الشغلة مو سهلة، لكن أنا أعتب على اللي خلى هاي الفقرة يعني من 50 سنة، وإذا توفى ما ينطوه. معناها هسه شكو رياضي توفى من الرواد الأبطال انقطعت عليه المنحة، هاي قانونا. نعم كابتن محمد، يبنى لاعب نادي الشرطة ولاعب منتخبات توفى قبل 3 سنوات، توقف عن عائلته. يعني حتى عائلته يعني والله مأساة، يعني بقوا يعني حتى راجعوا بوقت الوزير السابق وزير شباب وقال لهم هذا القانون هيك. ف يعني هذا وصمة عار بجبين اللي سوى هذا القانون، بحيث انه لما يموت الرائد ينقطع عنه. هو هذا الراتب هو ما له قيمه، يبقى لعائلته بعد مماته. ولكن قلت لك السيد معالي وزير الشباب راح يسعى ولازم يسعى انه هذا الراتب يبقى بعد ممات الرائد، لانه شنو فائدته هسه انت؟ يعني هو يبقى لعائلته، قلها عائلته تكون يعني فد مبلغ بسيط لها بعد مماته. والا هو استاذ محمد ترى مو فد مشكله يكون البرلماني، شنو يعني برلماني هو شنو؟ انبياء نزلوا واحدهم كل واحد يستلم 10 رواتب و11 راتب، خليه يقعد يصوت على هاي الفئه البسيطه من الرواد الفقراء اللي هم ما شافوا، بس شافوا الظلم من العراق وما شافوا القهر بس من هالحكومات اللي جت اللي ما دعمت لها رائد. على كافه الوزارات المفروض يعني ينتبهون للرواد، يسهلون امورهم. يعني ليش يجيك يعني احد الوزارات موظفيهم في احسن مكانات مطيهم قطع اراضي الا الرياضي والرائد والبطل؟ يعني ما مقيم ببلدنا. مع الاسف اقول ان شاء الله احنا انا وانت وكل الرياضيين نتوسم خير انه الكابتن عدنان درجال معالي وزير شباب ورياضه يكون هو ند لهذه الحقوق، ويوقف بوجه البرلمان ويدخل ياخذ حقوق الرياضيين بالغصب من عندهم، لانه يجب على كل البرلمان يصوت ويسوي كل اللي هو بذمته. ما اجى هو مجرد يخدم الشعب ويخدم الرياضيين ويخدم الشهداء. نعم. فاتمنى انه الكابتن عدنان يسعى بهذه الطريقه، لانه كل الرياضيين الموجودين متوسمين خير به الحقيقه كابتن محمد. نعم. كابتن مظهر، موضوع تعيينكم، هناك درجات وظيفيه منحت للرياضيين الابطال بتعيينهم في وزارة الشباب والرياضة. يا ريت توضح لي يعني درجة التعيين، دوامكم شلون، الرواتب اللي تتقاضوها شقد، هذه جاءت تثمينا لجهودكم اللي قدمتوها للرياضة العراقية، فأطلعني عليها والسادة المشاهدين كابتن من فضلك. والله استاذ محمد هي مو بس يعني هي لولا انه شقيقي شهيد ما تصير لا وظيفه ولا تصير وظيفه تعيين. وهي بالحقيقه تعرف احنا في زمن ال 87 88 الحروب اللي هي بعدتنا عن الدراسه، ويكون اللي ما عنده شهاده او خريج ابتدائيه فالدرجات وظيفيه. اتمنى انه يعني ياخذون بنظر الاعتبار مثل ما باقي الدول اخذت نظر الاعتبار انه الشهادة مو فد قيمة مقابل نجم أو لاعب قدم وضحى للبلد مالته، مقابل أعطي أنه جهده، وهو هل هو كان نجم وقدم للرياضة على ضوها أقيم هذا الشخص أو أقيم هذا النجم. مو أجي أقيمه على حساب الشهادة، وهي كانت في فترات أنه الرياضي ترك الدراسة من أجل أنه يخدم بلده. نعم. الراتب يعني الحقيقة أستاذ محمد ما له قيمة، لأنه الراتب هو الاسم 192. يعني شنو يعني ما أعتقد أنه يعني على قول كابتن عدنان يقول إذا تنطي الطفل هم ما يقبل به.
يعني الرجل السيد معالي الوزير يعني حتى تفاجئ ويعني دي يقول يعني المشكلة أنه هذا قانون يعني ما بيدك أنه يعني شنو اللي نسويه، ولكن وعدني خير أنه راح يشوف لي فد حل يرتب الوضع مالتي. أتمنى أنه ينظر بقضيتي لأنه الحقيقة أنا أيضا صاحب عائلة ويعني عانيت ما عانيت الحقيقة أستاذ محمد، وأنت تعرف انبعدنا عن الرياضة قصرا ظلما يعني، ولكن نقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من وكل شخص يوقف بطريق رزق لاعب أو مدرب في هذا الوقت الحرج. الحقيقة المفروض هسه المفروض كل الرياضيين نتكاتف، يعني إذا أريد نسأل نقول أين الكابتن أحمد راضي، أين الكابتن علي هادي؟ الحقيقة الآن أصبحوا يعني هم يعني الحقيقة غصة في كل صدور الرياضيين. لكن اللي استوقف الموقف استاذ محمد الحقيقه يعني ينطي مثال بسيط الكابتن احمد راضي الله يرحمه ويغمده ان شاء الله رب العالمين في اعلى الجنان. يعني الانسان ليش من يموت يصير عزيز؟ الانسان ليش من يموت؟ للاسف والله يعني تكون العالم وخصوصا اخص الحقيقه شريحه الرياضيين. ليش ما كان احمد راضي من موجود احنا كنا وقفنا وياه؟ ليش من كان احمد راضي موجود يريد منصب كنا كرياضيين نوقف وياه ونعلن نعلن نعلن حداد على الرياضه انه احمد راضي بعيد عنها؟ ليش احمد راضي من مات كنا قمنا نطي مناصب وكنا قمنا نطي تمثيل وكنا قمنا نطي انه احمد راضي هو الهرم الرئيسي للرياضه العراقيه؟ نعم احمد راضي له معجبيه وله محبيه وله ناس تحبه وله ناس شعبيته، وقدم للرياضه ما قدم اي لاعب واكثر، ولكن ليش أنا أذكر أحمد راضي لما يموت يصير عزيز؟ أنا هذه أستاذ محمد اسمح لي بيها صارت عندي الحقيقة لما استشهد منذر أخويا، شفت الوعود الله يرحمه وشفت العالم اللي جتني ووعدت وقالت والله يعني لو تشوف العالم بما فيهم باسم عبد المهدي قال تعال وراح نسوي لك ونسوي لك الدنيا وغيره، وما أريد أجيب أسماء لأن يعني الحقيقة معيبة أجيب الأسماء اللي وعدت، وبالتالي أستاذ محمد وينهم؟ كلهم تبخروا. ايضا نفس الشيء مر الظرف نفسه اللي مر على الكابتن احمد راضي، دا اشوف العالم وصافن اقول هاي العالم وين كانت؟ ليش من كان موجود ما سووا له هذا الشيء؟ ليش من مات احمد راضي العالم وقفت له هيك؟ وكذلك الكابتن علي هادي الرجل الذي هو ايضا قدم للعراق وقدم خدمه وعائلته ذيك وينها؟ يعني قلت لك الحقيقه انا اتفاجئ دا اشوف استاذ محمد يعني دا اشوف خصوصا يعني بين قوسين دا اشوف المجتمع الرياضي مع احتراماتي للبعض دا اشوفهم انه نفسهم كانوا اللي يحكون على احمد راضي الان هم مسوين احمد راضي يعني انظلم احمد راضي ما وقفنا لا احمد راضي لازم يستحق يكون رئيس اتحاد، احمد راضي يستحق يصير مستشار، احمد راضي يستحق زين طيب من كان عدل وانكم شو الكل شالت السكاكين عليه بكل اسف بكل اسف يعني اسفني اقول أسف. هذا الكلام نعم. وخصوصا الرياضيين نعم انا ايضا وبعض الاعلاميين مع الاسف اتضامن معك فعلا للاسف الشديد في وطني عندما نفقد النجم نحس بقيمته ونتباكى عليه، واحنا يمكن حذرنا من كان عايش الله يرحمه وقلنا يا جماعه انقذوه غيره وغيره والكابتن علي هادي واستاذ فالح عوده واسماء كثيره، لكن قدر الله ما شاء فعل وهذه يعني سنه الحياه خلاص. اتمنى ان يكون درس لنا حتى نصحح علاقاتنا وتعاملنا ونتكاتف وخلنا نزرع الطيبه بدل ما نشاهد استاذ محمد نعم. استاذ محمد احنا المفروض نعم المفروض هسه بعد لازم احنا الرياضيين الرياضيين نترك الانا ونترك الانانيه ونترك اني اسطوره ونترك اني نجم ونترك اني بطل العراق، الان لازم نتكاتف صحيح. ونكون اخوه ونكون صحيح. بيناتنا واحد سند للاخ نعم. لأنه الآن أثبت غياب أحمد راضي غياب كل حقوق الرياضيين، أثبت غياب أحمد راضي وعلي هادي أثبت أنه يعني الرياضي في بلدي ما له قيمة للأسف. طيب كابتن مظهر خليني أتحدث وياك أيضا في موضوع الرواد وهو هاي قضيتنا، أما كان بالإمكان زج الرواد والاستفادة من خبراتهم في مجال العمل بالاتحادات الرياضية بالأندية الموضوع الفني الإداري، لأن إحنا الآن رياضتنا تراجعت كثيرا في كل الألعاب بسبب غياب الخبرة غياب الأموال غياب الدعم، هذا الموضوع تشاطرني الرأي به ومنه صاحب القرار في أن يفرض على الاتحادات
أن ننزج الكم الكبير من الخبرات الرياضية المعتزلة اللي هم الرواد الأبطال. نعم كابتن محمد، أولا هذا الموضوع هو يبدي من هرم الرياضة بالحقيقة تدخل معالي وزير الشباب الكابتن عدنان درجال الآن بداية الأمر وعمله، ونقول الله يعينه لأنه الظروف اللي هو اجى استلمها أستاذ محمد خلينا نكون واقعين ظروف عصيبة، أنه اقتصاد البلد منهار وإضافة إلى جائحة كورونا، والوضع الآن متأزم والعمل ونقول يعني هذا حظر التجوال وتوقف العمل أبعد أنه القرارات الرياضية والوقوف الرياضيين وعودة الرياضيين إلى الواجهة، هذه الأمور كلها توقفت بهذا الوضع الحقيقي المزري. ولكن أقول أنه يجب على الاتحادات كلها، اتحاد كرة القدم، الأندية الرياضية اللي هم المشكلة أنه الأندية الرياضية هم رياضيين وزملاء كلهم رؤساء الأندية. نعم. الحقيقة ما أعرف أنهم متخوفين دائما يكونون يبعدون اللاعب والنجم ويبعدون ابن النادي ويبعدون اللي يقدم بالمنتخبات الرياضية خوفا على المناصب. الحقيقة كابتن محمد نفس الشيء الاتحاد، الاتحاد أي جروب أو مجموعة تجي منتخبة تدخل للاتحاد أيضا تكون متجببة ومتخوفة، تخاف تجيب النجم، تخاف تجيب اللاعب بخبرته، تخاف تجيب الرائد. الحقيقة هسه احنا بطلنا صار لنا كم سنة بس أكو قبلنا همينة، يعني لو تنظر كابتن محمد هذا الكرسي اللي قاعدين عليه هذا الكرسي صعب، هسه الطفل إذا قاعد على الكرسي ما يهده، فالعالم هسه الآن تفكر بالكرسي. لا. إذا كان رئيس نادي، إذا كان رئيس اتحاد، هذا يعني هذا ما اعرف الكرسي تقول عبالك يعني نزل به وحي انه اذا تقعد عليه ما تقوم ولا تخدم اللاعب او ما تخدم الرياضي. ولهذا ما ادري مشكله استاذ محمد انه مع الاسف يعني من زملائنا كل اللي على دفه المسؤوليه بعده الرواد، بعده لاعبي المنتخب، مجرد يجيب له ناس اشخاص انه يعملون معه براتب. لا. وما يزاحمه على منصبه، ومن يدخل للانتخابات هو مسيطر انه الاشخاص الموجوده وياه ما تزاحمه على رئاسه او ما تزاحمه على نائب او ما تزاحمه على المنصب اللي هو شغله للاسف. لا. لكن اتمنى انه من كابتن عدنان يعيد الواجهه الى الرواد ودخولهم في معترك التدريب ومعترك الاداريات، لانه هم واجهه بلد الحقيقه ان شاء الله في كل البلدان المجاوره انه. نعم. يكون هذه يعني صورة ايضا واضحة. يسعدني كابتن، احنا دائما من نطرح قضيه نحاول نطرح او نلقي مقترحات ونلقي الحلول حتى نساهم أصحاب القرار بأخذ الشورى بهذا الموضوع. الآن من وجهة نظرك ما هي السبل الناجعة اللي نقدر نستخدمها حتى نحفظ هيبة ومكانة الرائد الرياضي وخصوصا الرواد الأبطال اللي يعانون الآن من العوز والتهميش والفقر وأغلبهم متعففين وأغلبهم للأسف الشديد أشعر بمرارة عندما أراهم الآن بهذه اللقطات اللي عرضها زميلنا المخرج وأنت تتحدث وهم يعني بحالة كهلة وتعبانة مع الأسف، وذول اللي كانوا الملاعب تشهد لهم في كل الميادين. فأرجع إلى المقترحات اللي تراها مناسبة مستقبلا حتى يؤخذ بها كابتن. أستاذ محمد أول شغلة لازم السيد معالي وزير الشباب الكابتن عدنان درجال لازم يذب كل جهده لتغيير القانون مال الرواد. نعم. اللي هو قانون مجحف الحقيقة بحق الرواد كل اللي قدموا للعراق، وإضافة إلى أنه يضمن حقوقهم لطالما هو على دفة وزارة الشباب. لازم الكابتن عدنان يستغل هذا الوضع لأنه الحقيقة الوزراء السابقين ما قدموا أي شيء للرواد، مجرد أنه سووا هذا مال الرواد وهي معيبة بحق الرواد أنه الراتب اللي ما له قيمة وبعدين لما يموت ينقطع عنه. يعني رسالتي للكابتن عدنان وأنا أعرف بأنه هو ذاب كل حيلة وجهده، والحقيقة أيضا أنت كابتن محمد مشكور لأنه أنا تابعت بعض الحلقات أنه أنت تدافع وتطالب للرواد جميعا، فبالنيابة عن كل الرواد أنه ممنونين لك، وهذا أنت هذا واجب. هذا تعتبر واجب. مطالبة لكل هذه الشريحة المظلومة بالمظلومة من قبل الحكومة. لكن مطالبتنا للكابتن عدنان درجال تعديل هذا القانون ومطالبة بتعديل الرائد
الراتب أيضا لأنه ما له قيمة الحقيقة، ويبقى هذا الراتب شلون تقاعد إلى عائلته بعد مماته، وأيضا مطالبة بالأراضي. واني الكابتن عدنان أنه أني سمعت أنهم طالب بأراضي ومطالب أيضا إضافة بغض النظر الأراضي أنه في شقق في بسماية. نعم. إن شاء الله الله يطل حيل الكابتن عدنان في هذا الظرف، وأنه يكون هو الحقيقة المطالب الوحيد للرواد وكل اللاعبين الأبطال والذي قدموا للعراق، والآن هم بأعز ما يعني كابتن محمد يعني اللي قاعد يجار واللي ما عنده يعني قوت إلى يومي يعيش لو نعم. يتذكرون هذا اللاعب اللي قدم للعراق ورفع له العلم العراقي وندق نعم. السلام الجمهوري في المحافل الدولية. الآن الموجودين هم كان المفروض بهم هم بدون ما أني وأنت نقول لهم هم يسعون بالخير إن شاء الله يوصل إن شاء الله خير بالسيد معالي وزير الشباب. تكون 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 هذه رسالتنا إلى أنه يكون عون هو بإذن الله بإذن الله إن شاء الله صوتك يصل، وإحنا طبعا أكيد نشيد بجهود الكابتن عدنان درجال، هو ابن رحم الرياضة. وبالتالي أشكر ضيفي الكريم الكابتن مظهر خلف نجم منتخبنا الوطني السابق، وهو الآن عرض بعض المعاناة اللي إحنا راح نكون دائما سباقين بدعم هذه الشريحة الرائعة اللي تستحق الاحترام وتستحق التقدير. سادتي الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي أشكر فيها ضيفي الكريم من بغداد الكابتن مظهر خلف، وأيضا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت استحسانكم. أنقل لكم تحية زملائي في استوديو البث في الكونترول، وأيضا من زميلي مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. إلى حلقة جديدة أقول لكم في ملأ.